أهم هذه القرارات هو إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الأخرى من خارج العراق من وإلى الإقليم إلى مطارات الإقليم، مطارات أربيل والسليمانية، ويبقى هذا الإيقاف ساري المفعول لحين خضوع هذه المطارات للسلطة الاتحادية العراقية حسب الدستور. وهذا القرار اليوم مجلس الوزراء تم إعطاء 3 أيام إلى يوم الجمعة الساعة 6 مساء لتطبيق هذا القرار.